أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمرتكزات العلاقات البحرينية الكويتية المبنية على أسس التاريخ والمصير المشترك المتطلعة نحو البناء وبما يعزز مسيرة التعاون الثنائي في ظل الاهتمام المتبادل برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لهذه العلاقات التي كان لها الأثر فيما تحقق من التعاون الوثيق والعمل المشترك بين البلدين والذي هو محل اعتزاز دائم لدى البلدين قيادة وشعبا. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم بأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بديوان الأسرة في قصر بياني بالعاصمة الكويت. حضر اللقاء من الجانب الكويتي معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين، فيما حضره من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأعضاء الوفد الرسمي المرافق من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين. مشيرا سموه إلى أن هذه الزيارة إلى دولة الكويت مناسبة للإعراب عن الشكر وتقدير مواقف دولة الكويت المشرفة للمملكة وهو ما يعكس دائما الصلات والتقارب بين البلدين الشقيقين وما تمتاز به علاقاتهما من قوة التنسيق والموقف إزاء مختلف التحديات والعمل معا نحو دعم منظومة التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وذلك من أجل تعزيز التكامل. وقد أعرب سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت عن ترحيبه بالزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه لدولة الكويت الشقيقة التي تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات البحرينية الكويتية، كما استعرض الجانبان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها ودفعها إلى مستويات متقدمة تعود بالمصلحة المشتركة وفق رؤى وتوجهات البلدين الشقيقين وتعزيز نتائجها المستدامة في شتى القطاعات خاصة على الصعيد الاقتصادية والتنموية في ضوء ما يرتبط به البلدان الشقيقان من آليات للتعاون المشترك. وقد بحث أوجه التعاون نحو تطوير العمل المشترك خلال المرحلة الراهنة بما يعزز أهداف المنظومة الخليجية المشتركة، وبحث سموهما القضايا والموضوعات الراهنة على الساحتين العربية والدولية خاصة ما يتصل بأمن واستقرار المنطقة ومواجهة كافة التحديات المتصلة بها. هذا وحضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مأدبة الغداء التي أقامها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت تكريما لسموه والوفد المرافق.